دكتور أكو رأي يقول إنه سرعة الإنجاز في المحافظة وهذه النهضة اللي صارت على عجالة هي بسبب أيضا غياب مجلس محافظة. ماكو مجلس محافظة يضطر المحافظ أن يوازن في بعض القضايا السياسية أو المالية وبالتالي يعمل بأريحية وبسرعة. شنو رأيك؟ صح، يعني مو كله. بالمناسبة أنا من اشتغلت نائب محافظ عندي مجلس، وأيضا انتخبون يعني جيت محافظ انتخبون المجلس. وبالمناسبة ونحل المجلس ايه بعد انحل. يعني اقصد احنا نتكلم عن اخر سنتين من حل المجلس. اخر سنتين يعني، وهم تبقى بالمحافظ، المحافظ له دور اذا يقدر ينسجم مع الاخوان بالمجلس ويشوفون عنده رؤية. يعني هسه جوز معرقلين اثنين ثلاثة نتجاوزوا، بس مو كل المجلس، حتى لا اظلم يعني مو كل المجلس يظلم، بس اول مشكلة انه عدد المجلس مرات ضجيج التوازنات السياسية. صح. دكتور والكتل السياسية وثلاثين عضو لازم ترضيهم عليهم. لازم ترضيهم طبعا. نعم. يعني ترضيه بمشروع لهلل ديرته وهذا حقه. نعم. بس بالنتيجة العدد من يكون عدد أكبر صعبة تسيطر على إدارة المجلس. صحيح. يعني ولكن بهذه الانتخابات القادمة يختلف 16 عضو يعني نصف تقريبا. نعم. العدد ممكن للمحافظ إذا عنده رؤية ويقدر يشتغل ويقدر يمررها يعني. نعم. طبعا لأنه العلاقة ما بين المحافظ ومجلس المحافظة يعني علاقة تخطيط وتنفيذ، تخطيط يعني وتنفيذ، والمجلس بالمناسبة عنده صلاحيات تشريعية. صلاحيات تشريعية. نعم. فلذلك يضطر المحافظ أن يرضي رئيس المجلس وبقية الأعضاء. اليوم كان المحافظ خلال السنتين عنده جالة من الأريحية، ما يوقع ويمشي مشاريع وبالتالي نهضت المحافظة. صح. أنا أقول لك يعني بالأونة الأخيرة بدل ما تروح لمجلس وتتعطل أي يصير باستبدال هنا وهناك. نعم. يعني رؤية المحافظ وتخطيط المحافظ والكوادر الموجودة به راح يجوز تتغير بالمجلس. صحيح. مثل ما يصير بالبرلمان حاليا.